مانويل جوزيه في هنا العاصمه، موجود ضيفنا النهارده، وبوعدكم هاخد كل تليفوناتكم والله، كل الناس اللي بتكلموا من السعوديه ومن الخليج ومن المحافظات المصريه كلهم، يعني هسال 10 دقائق بس وافتح كل التليفونات لكل مشاهدينا. انا عارفه محبي الاهلي او حتى المختلفين مع مانويل جوزيه عايزين يكلموه. مستر جوزيه، ليت مي ناو اي هاف some important football questions, as they say. Ahmed Hassan, why did you let him leave? What happened with Ahmed Hassan? A lot of people are angry. They call us and a lot of fans from Ahli are very worried about the leaving of Ahmed Hassan. طبعا سؤالي عن أحمد حسن، لماذا رحل أحمد حسن؟ وبقول إن في ناس كتير زعلانة على رحيل الصقر أحمد حسن. About this, I don't want to talk about this, okay? Why? But for one single reason. The interview that he did after that, okay? He did. He did. Mm. Give me a reason to take the decision that I take, put him out. And fellas, I'm not talking nothing about this. The opinion, the supporters, they think with the heart. I think with the brain. Okay? Captain Manuel, I must prepare, I'm sorry, I must prepare the future. I cannot prepare the future with a player with 77 years old. Is this the only question I'm going to tell you? I have, in this moment, a Brazilian, Fabio Junior, the new player. I have Said Hamdi. I have Ahmed Meteb. I have Fadl. Okay? I have Amir Sayoud. I have Barakat. I have Dominique. I have Ged. I think I'm not forgetting nobody. In the middle field, I have Osam Gali, Shokri, Shokri, Shawi, Sheheb, Inu, Samashur. I don't need a... And I'm coming to prepare the future. You don't need Ahmed Hassan. No, clear no. Clear no. The interview he did, give me a reason. خلوني أترجم الجزء ده. قال بوضوح أنه لا يحتاج إلى أحمد حسن. وهو الأول قال لي أنا مش عايز أرد على هذا السؤال. واضح انه غاضب جدا من الحوار او الانترفيو الذي اجراه احمد حسن، وقال ان هو give me a reason، اديني سبب لماذا يقول هذا الكلام. مظبوط كده اللي انا بقوله يا كابتن هشام؟ وانه عدت كل اللعيبه الموجودين في خط الوسط او خط الهجوم وقال انا لا احتاج، clear no، لا بوضوح لا احتاج الى احمد حسن، وان هو فعلا غاضب من الحوار الذي اجراه في احمد حسن عقب ذلك. اساله طيب يعني هل هو غاضب بسبب، هل هو فعلا لا يحتاجه، ولا هو غاضب بسبب ان هو كان بدا يتعاقد او يتكلم او يتفاوض مع الزمالك واكتشف مانويل الكلام ده؟ Que você descobri que ele está conversando com o pessoal lá do Zamalek. Por causa disso, você mandou ele embora ou você não precisa dele? Não, não quero voltar a falar nisso. Já disse que a minha decisão tinha sido 1 mês e meio antes. واخد قراره قبلها، acredito, واخد قراره قبلها بشهر ونص تقريبا ان مستغنين عن احمد حسن. مش عايز اعلق تاني على الموضوع دوت، يعني خلاص انتهى. هل السن بالنسبة له مشكلة؟ يعني ماذا سيحدث للاعبين الكبار؟ هو قال في المؤتمر الصحفي انه اللاعبين الكبار لازم بقى يدوا فرصة للشباب، واتكلم على عدد منهم، وده ممكن يضايقهم نفسيا. ماذا سيحدث للكبار؟ كيف سيفالو كون كونفرنس دي برينس كي تين مونت جوغادور جاتا سيما دي ادادجي كومو فاي كونسي كون ايلس كيف سيفالو كي فاي هنو. هو قال ان ده اخر سيزون ليهم السنة دي. يعني في لعبة في سنهم دوت. تين كونترات كو كلوب. لسه العقد بتاعهم سيري مع النادي. سان جنت سيريا اونيستا. هو لعيبة كويسين جدا وشخصيات ممتازة. سان جراند ستريلرز اوف فوتبول ايجيبسي. طبعا بعض منهم نجوم مصر ونجوم على مستوى افريقيا. وده مثل كويس جدا للعيبة الناشئين وجداد. وحتى لو هم ما بيلعبوش. سان جادورز امبورتانتيسيمز. مع ذلك برضه لعيبة مهمين جدا بالنسبة لنا. الرنوفاسيون دو ما ايكيبا، وهو بيجدد من الفرقه فاش دفاغار، فلازم يعملها خطوه بخطوه. هو حاليا دلوقتي عندنا 12 لعيب من الناشئين بيتمرنوا معانا. مش 10 جادور جافنز، لكن من اللعيبه الناشئين دولت 3 او 4 فان سير فوتوروز، 4 او 5 فان سير فوتوروز اكسلنت جادور جادور سباجار. ممكن نستغل 3 او 4 لعيبه من الناشئين دولت يبقوا لعيبه ممتازين جدا. ما زيش تنك سي فيتو دفاغار، فده لازم يعملها واحدة واحدة، يعني مش مرة واحدة.
انه لو حط خمس لعيبه مثلا من الناشئين في الفرقه فطبعا تبقى صعب جدا مره واحده. بورتانتو as pessoas sempre confiaram em mim. طبعا الناس بتثق فيه وفي شغله. هي ترسيرا فيش كافين برو كلوب. ودي تالت مرة نرجع هنا تاني النادي الأهلي. وجاي وجاي بنفس الهدف. بربارارو فتور. إني جهز المستقبل للنادي. 2001. والسنيور صالح سليم. كابتن صالح سليم. سالدوز بريزيدنت والالي كيرون جنتلمان. كان أحسن ناس على مستوى رصاد النادي. ديسم ميستر نو سي بريوكوب كو ماج نادا نو سي بريوكوب كو ريزولتات. فقال له ما تقلقش من أي نتيجة هتحصل. Forma uma equipa porque nós não temos equipa. Ah, mas haja gajos de feira, acha-me fiz feira. Em 2004, quando voltei, a conversa foi a mesma, já foi com Hassan Hamdi. 2004, quando rega, com o capitão Hassan Hamdi, o mesmo falam. A conversa foi a mesma com Hassan Hamdi outra vez. O bordo tita, ele mora e rega, o bordo o mesmo falam com o capitão Hassan Hamdi. As coisas resultaram sempre. O dami vai fazer a netiga, bate cada. Em Portugal, nós temos ditado. Em Portugal, biolo, mas ele não. Não voltes a lugar onde foste feliz. ما ترجعش في نفس المكان دام كنت سعيد، ده هناك بيقولوا مثل ده في البرتغال. لكن مع ذلك هو رجع تاني. عشان بيحب التحدي. وده تحدي كويس جدا والناس بتثق فيه. وبرضه لسه بثق فيه. ان هو هيجهز مستقبل النادي الاهلي الفرقه. Para continuar a ganhar competições. Acho que no futebol do outro lado colar na Série B. Vamos ter muita dificuldade. É para ver se o bote que vira grande. Nesta Liga dos Campeões. Foi da Dauri, lá para a África. Eu já disse Dauri não, na Liga dos Campeões. Sim, da África. Já disse que antes de começarmos que íamos ter muitos problemas. O El foi a para a África a ter passado a grande benesse bena. Mas vamos preparar. Para o futuro. لكن احنا نجهز المستقبل النادي عشان نفوز بأي بطولة بعد كده. طيب هل ده هيكون آخر سيزن؟ ل ل ل ل ل لابو تريكا وبركات اسكي وتشمو وتشمو وائل جمعه ده وائل جمعه بركات ابو تريكا ديبند اون رينديمنت ديلز ده حسب مستواهم هما كومبورتامنت اومانو اي بروفيسيونال كمحترفين لعبة كورة يعني جوه الملعب وبره الملعب بركات ابو تريكا التلات لعيبة اللي حضرتك قلت عليهم دلوقتي وائل جمعة وبركات وابو تريكا هم مثل على مستوى مصر كلها على مستوى اللعيبة يعني هل باراليين دا كواليدات فوتبوليستيك تاين دا اكسبيرينس تاين على الخبرة والمهارة والامكانيات اللي عندهم كلعيبة كواليدات زومانز بروفيسيونال كجو الملعب او بره الملعب كشخصيات ان كوانتو رينديمنت ديلز فريق الواد جوغ ادا مستواهم عالي يلعبوا على طول لكن السن ذا ايج قصدي ذا ايج A idade, à medida que ela vai avançando, é evidente que eles sabem que estão a caminhar para o fim das suas carreiras. O Goma tem 36 anos, é evidente que não pensa que vai renovar o contrato para o clube por mais 2 anos, ou seja, não sei. Acho que ele termina o seu contrato com 37 anos. Inevitavelmente fica difícil. Se o rendimento dele for elevadíssimo, طبعا هنشوف وممكن نجدد. طيب يعني كابتن مانويل ار يو رينيوينج ذا كونتراكتس؟ ويل يو رينيو ذا كونتراكتس اوف ذا ثري نيمز اف ذي هاف تو رينيو ذا كونتراكتس ناو؟ بركات تن دويز انش كونتراكت. لسه عاد بركات سنتين. سنتين. عنده 34 سنه. ابو تريكا تن 32 انش تن ماج 32 انش 30 سنه عادوا تقريبا سنتين او ثلاثه لسه. وجوما تن ماج وان كونتراكت. وجوما فاضل سنه. ما كوزا وما سيرتيزا اللي شبادين تير، توت زيرز. هو في حاجة واثق منها جدا. ادام هو موجود كمدرب في النادي الاهلي. هما هينتهوا العقود بتاعتهم وهو موجود معاهم في النادي. ولو مشي ولو هما عايزين يمشوا ويعتزلوا طبعا تبقى رايهم هما النهائي. او لا قدر الله اي اصابة او حاجة. وقت ما يمشوا. فطبعا نعمل تكريم ليهم وحفلة خاصة ليهم. عشان هم عملوا تاريخ للنادي طبعا عشان النادي الاهلي ليه شرف وكرامه طبعا واسم كبير ولازم نشكر اللعيبه اللي جابت بطولات كتير جدا للنادي الاهلي